أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسة في بغداد فيما استقرت في كردستان العراق. وقالت مصادر صحفية إن سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح في بغداد سجل 146,800 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما شهدت أسعار الدولار استقرارا في أربيل حيث بلغ سعر الصرف 147,100 دينار لكل 100 دولار. قالت اللجنة الاقتصادية النيابية أن غياب السيطرة النوعية وغياب قانون حماية المستهلك أديا إلى انهيار الصناعة المحلية في العراق. وأوضحت اللجنة أن العديد من التجار يذهبون إلى أسواق دول آسيوية لجلب مواد رخيصة للغاية بهدف ضمان أرباحهم، رغم علم هؤلاء التجار برداءة جودتها بسبب غياب الرقابة والسيطرة النوعية، مشيرة إلى أن ذلك النهج أدى إلى انهيار الورش والمعامل المحلية التي تنتج مواد جيدة. أقر النائب محمد الخالدي بأن الحكومة الحالية لا تملك القدرة على ضبط إيقاع منظومة الأسعار في الأسواق المحلية، وأن 12 مليون عراقي مهددون بالفقر الشديد. وقال الخالدي إن أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفعت بنسبة تصل إلى قرابة 40% بعد خفض قيمة الدينار العراقي وارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن الأسواق العراقية هي رهينة تجار وشركات أغلبها تابعة للأحزاب المتنفذة، وهي من تحدد بورصة الأسعار. وأكد الخالدي أن 30% من الشعب العراقي هم تحت خط الفقر، وأن ما يحصل الآن في الأسواق هو دليل على عدم امتلاك الدولة أي ضوابط أو قدرة على ضبط إيقاع الأسعار. تصدر العراق قائمة الدول الأكثر استيراداً من تركيا خلال الربع الأول من عام 2021. وقالت وزارة التجارة التركية إن حجم صادرات تركيا الإجمالي في الربع الأول وصل إلى 50 مليار دولار، وأن العراق تصدر قائمة بلدان الجوار الأكثر استيراداً من تركيا بنحو 2 مليار دولار، فيما حلت بلغاريا في المرتبة الثانية بأكثر من 766 مليون دولار، ثم اليونان وإيران وسوريا. هذا وأكدت الوزارة أن المواد والمنتجات الكيميائية جاءت في المرتبة الأولى، ومن ثم قطاع الحبوب ومشتقاتها، ثم المفروشات والورق. توقع وزير المالية المصري محمد معيط نمو الاقتصاد المصري في السنة المالية 2020-2021 في ظل أزمة كورونا التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي. وقال معيط أن اقتصاد البلاد سينمو بقيمة 2.8% في السنة المالية الجارية، فيما توقع تراجع العجز الكلي خلال السنة المالية الحالية من 7.9% إلى 7.7%، مشيرا إلى أن بلاده تستهدف دعم الصادرات ب 25 مليار جنيه مصري. هذا وكانت مصر قد سددت 12.3 مليار جنيه من متأخرات دعم الصادرات للشركات في الربع الأخير من عام 2020. تراجعت أسعار النفط لتقلص مكاسب قوية حققتها في الجلسة السابقة بدعم من قرار أوبك بلس، وفي إطار التخفيف التدريجي لبعض قيودها على الإنتاج. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى نحو 46 دولاراً للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 61 دولاراً للبرميل، بعد أن جرت تسوية عقود كلا الخامين بارتفاع أكثر من دولارين للبرميل. هذا وكانت دول مجموعة أوبك بلس قد أنفقت على تخفيف قيود الإنتاج بمقدار 350 ألف برميل يومياً في شهر آيار المقبل. ختام الموجز، إلى اللقاء.